مورنينغ جايز. يلا نمشيو نشرو الطوموبيل. مريت وتضرت. باش غادي نمشيو ناخذوا الطوموبيل ديالنا. اول طوموبيل غادي نشري في حياتي الطوموبيل ديالي جديده. انا الداخل ديالي فرحانه وفرحانه بزاف، ولكن هادشي ما كيبانش عليا لحقاش. عرفتوا هاد لي زيتاب ديال انكم تقلبوا على الطوموبيل؟ نقدر نقول لكم انه ما بين اصعب لي زيتاب اللي دوزت في حياتي، ماشي اصعب، مي ات سو ستريسفول. كتحسوا بواحد ستريس ما يمكنش. بعدا باش تلقاو الطوموبيل اللي بغيتو اولا تختاروا شنو غادي نشري اولا تكومباريو هادي مع هادي وتشوفوا شنو هي الحاجه اللي غتصلح لكم. انا دابا لايك ام سو هابي جايز لحقاش غنشري اول طوموبيله في حياتي، ولكن ات سيم تايم كنحس براسي صافي فابل. كاع داك الجهد اللي كان عندي ديال الفرحه كله حطيته في دوك لي زيتاب ديال هاد هادي صوب هادي فكر هنا دير هنا دير هنا، فكنحس راسي بيت فابل. با انيويز جايز وي غانا جيت ريدي باش نمشيو ناخذ الطوموبيل ديالي الاولى، اول طوموبيل غادي نشري في حياتي. اند ام سو غريتفول، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وغادي ندير لكم ستوري تايم على الطوموبيل اولا على هادشي كامل. اول حاجه غادي نبداو بها وهي النهار الاولي فكرت اني ناخذ الطوموبيل، كنت غادي ناخذ الطوموبيل الفوجي ديال كازا اللي هو 2022، كان عندي العام الاول ديالي ماستر، انا دابا العام الثاني ديالي ماستر. المهم الاخر الفوجي ديال كازا كنت كنفكر ناخذ الطوموبيل لحقاش عرفتو اليونيفرسيتي ديالي بعيده بزاف على البلاصه فين كنت ساكنه. فاش يلاه جيت لكازا كنت ساكنه في ديك سيتي يونيفرسيتي اللي كنت عاود لكم شحال هذه، واللي كنتو كتشوفوني كنصور فيها اللي كان حيطه صفرين وداكشي كامل. فاون فوا جيت لكازا صافي كنت غادي ناخذ طوموبيل. امتى نقدر نقول لكم؟ في ديسمبر ديال 2022 قبل ما ندخل 2023. وانا ديجا كانت عندي طوموبيل، مي الطوموبيل اللي كانت عندي ديال بابا، دوكو كنت كنتحرك الطوموبيل ديال بابا وكنت نمشي معايا لكازا فاش كنت كنرحل وكانت بقات عندي. مي المشكل سي كو الطوموبيل ديال بابا كانت كبيره بزاف، وفاش كنبغي نبلاصي اولا فاش كنبغي نلقى شي بلاصه اولا، المهم اليونيفرسيتي ديالي جات وسط المعارف، ما كاينش فين نبلاصي، ما كاينش شي بارك كينغ روداني الروينه اللي كنت باغي نبلاصي. وماشي قضيه ديال اني ما كنعرفش نسوق اولا شي حاجه، بالعكس انا راه بيرمي عندي دابا 5 سنين كنسوق مزيان، يعني ايبر مزيان لحقاش 5 سنين وانا كنسوق. ومن نهار خديت البيرمي، النهار اللي خديت فيه البيرمي نهار الاخر بديت كنخرج وكنسوق، دوكو ما عنديش مشكل كاع انا، يعني ما كانش عندي شي بروبليم في السوقان اولا في البيرمي ولا كلك سوا. لحقاش البيرمي كنت خديته شحال هذه فاش يلا درت 18 عام. نكمل لكم، كنت غادي ناخذ ديك الساعه طوموبيل فاش يلا جيت الكاس. فبقيت كنفكر قلت الطوموبيل اللي غادي ناخذ غادي خصها تكون صغيره كيوت ومينيون، انا ما عنديش ايد على هادشي ديال الطوموبيلات ما كنفهمش فيه. فالطوموبيل اللي كانت كتبان لي البنات كاملين كيشريوها وهي فيات 500، فكنت قاعد غادي ناخذ فيات 500. تخيلوا كنت غادي ناخذ فيات 500 وانا ما صايقاها مراكبه فيها كشكلا، كانت كتجيني كيوت وكاع الناس عندهم وتخو مينيون وداكشي كامل، فكنت غادي نمشي ناخذها. فالمهم جايز قلت للدار عطوني لوكي وداكشي كامل، مشيت لا ميزون ديال فيات 500، مشيت اختاريت الطوموبيل اللي بغيت. كنت غادي ناخذ دولشي فيتا، كنت غادي ناخذها فواحد الكريزويل. المهم صافي خديت ورقيه وداكشي كامل وعطيت لافونس، هادشي في 2022. ابري جاتني لوكازيون انني نسوقها ونطلع فيها وفريمون نجربها. ابري فاش جربتها اولا صقتها حسيت براسي ما صايقاش طوموبيل، حسيت راسي صايقه شي لعبه. كاين بنات كتعجبهم، مي انا فاش صقتها الفايب بيني وبين الطوموبيل ما داش، وليت كنقول مع راسي انا شنو درتي. وديك الساعه ما كانش يمكن لي انولي ولا شي حاجه لحقاش، قلت ماشي مشكل صافي انا دابا دفعت فيها وابار على هذا الشيء راه غير طوموبيل زعما اول طوموبيل ديالي زعما ماشي مشكل، ماشي زعما دريم كار ديالي ولا طوموبيل باش غنتحرك. يعني انا ما كنبقاش نركز اين طوموبيل اين هذه اين هذه، اللي جا بسم الله ما عنديش مشكل. فصافي قلت لكم فاش صقتها ما عجبتنيش ما عجبتنيش كاع، وحسيت راسي صايقه شي لعبه. وهاد فيات 500 اللي كنت صقتها كانت اوتوماتيك، واكثر جونغ ديال الطوموبيلات انا ما عنديش معاهم وهما طوموبيلات لي اوتوماتيك. لحقاش ما كنحسش براسي كنسوق، كتحمقني طوموبيل تكون فيها بواطا فيتيس مانويل. الاوتوماتيك كنحس براسي اشاد الفولون كندور. بزاف ديال الناس ما يتفقوش معايا في هاد القضيه لحقاش الاغلبيه ديال الناس عزيز عليهم الطوموبيل اللي تكون اوتوماتيك، انا لا، الطوموبيل اللي انا كندفعت فيها واللي كنت غناخدها اوتوماتيك. وانا هادشي ما كنتش كنسول فيه. تخيلوا انا شي وحده اللي مشات دفعات في طوموبيل كتسناها تجي، لحقاش ما كانش ديك الساعه ستوك في لا ميزون، كنتسناها تجي وانا اصلا ما حاملاهاش. المهم واخا هادشي كامل كنت كنقول ماشي مشكل، انا انت دفعتي واللي عطا الله عطاه واصلا مزيانه كازا، ما تبقيش معدوه مع المانيوال اوتوماتيك. فهمتوا؟ بقيت كنصبر في راسي واخا انا ما حاملاهاش اوتوماتيك، كنصبر في راسي. صافي هي هادي، كان الامور هانيه، كان كلشي بخير. واحد شويه بداو كيطراو ليا مشاكل في ديك البلاصه فين سكنت، وهادشي نتوما عارفين هادشي علاش اصلا تحولت في الاول ديال شهر واحد، وهادشي كنتعاودش لكم في البودكاست ما نعاودوش دابا. مي المهم كانوا طراو ليا مشاكل خايبين بزاف في ديك البلاصه، البنات اللي كانوا ساكنين تما لونطوغاج بنادم كيكمي، كندخل الطواليت الصباح كنشم ريحه الكارو، واخا انا ساكنه بوحدي ما كيبقى يدخلوا من دوك لي كليمه ديال الطواليت وداك الشريحه الكارو. المهم ديك البلاصه اللي كنت ساكنه فيها ما كانش يمكن انني نبقى فيها،
كنخصني ضروري نتحول، غادي خصني نكري دار اولا ستوديو، ولا بغيت نكري دار اولا ستوديو اي نيد ا لوت اوف ماني، الفلوس ديال التحوال، الفلوس ديال الفراش، لحقاش ما كنكش دار نفرش، غادي خصني نفرشها وشحال من حاجه. يعني خديت الطوموبيل ديك الساعه وعاوتاني تحولت كريت دار وعطيت الكوستيون وشريت الفراش، نقفرها لا فينونسييرمون لا كلشي، ونقول بلاتي 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 بلاتي. جلست مع راسي بحال هكا ونقول بلاتي شنو هي اهم حاجه بالنسبه ليا دابا، واش ناخذ الطوموبيل اولا نتحول من ديك البلاصه ونشري الراحه ديالي النفسيه، لحقاش كنت فواحد ليطا اللي ما يمكنش نبقى في ديك البلاصه. فبعد تفكير جد عميق قررت انني نسبق راحت بالي واللي هي غادي تحول من ديك البلاصه، لحقاش ما كنتش نقدر نبقى تما. داكشي اللي كان جايز، مشيت تحولت ركشو كلشي، تحولت كنت ترونكيل مع راسي، عايشه دابا ايبر مرتاحه وداكشي كامل. المهم داك الوقت كامل وما كنتش نقدر ناخذ ديك ساعه طوموبيل، لحقاش فريمون جايز التحوال وداكشي فريمون كيدير بزاف ديال الفلوس. دابا جايز انا كاريه في واحد البلاصه اللي بعيده بعيده، الا بغيت نمشي لليونيفرسيتي ديالي خصني 40 درهم اولا 30 درهم على حساب، لا كانت طاقه عامله كانت طاقه خاويه. المهم تخيلوا 40 درهم في الصباح 40 درهم في العشيه من غير الغدا، يعني النهار كيتبقى معايا 51 درهم. طاكسيات في كازا از بيغ نو، شويه وانا نبدا نفكر ونقول سنة اتس تايم باش نعاود ثاني نفكر في هاد القضيه ديال ناخذ طوموبيل. المهم كنت كنفكر اني ناخذ شي طوموبيل قديمه، بقيت كنقلب على الطوموبيلات القديمه، بقيت كنقلب طوموبيلات القديمه، غير دابا كيقول لي لا نسيعك طوموبيلات القديمه فيهم مشاكل وداكشي، عمر لي راسي قلت غادي ناخذ طوموبيله جديده. والبيجي اللي عندي انا داخلين فيه واحد الصنف ديال الطوموبيلات بريس. اول حاجه مشيت للتويوتا، مشيت للتويوتا هذه اول طوموبيل غادي نسول عليها. وتخيلوا اني ساكنه وسط لي ميزون، دوكو كنخرج على رجلي وكنمشي لهاد لا ميزون، كنعاود ندخل كنمشي ثاني على رجلي وكندخل لهاد لا ميزون كنسول وكنخرج. واحد 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 الروينه ما يمكنش، حقاش كنت كنسمع بزاف ديال الناس كيقولوا بنات تويوتا يا غيس، بحال كان داخله دوك لي جروب ديال فيسبوك. عرفت شوف فاش كنبغي نكري كندخل لي جروب ديال فيسبوك ديال كره، دابا بغيت ناخذ طوموبيل غادي خصني ندخل لي جروب ديال فيسبوك ديال الطوموبيلات، كندخل كنشوف الدراري والبنات شنو كيقولوا، وشي كيعاود على ديك تويوتا يا غيس زوينه. قلت مزيان نمشي نسول، مشيت لا ميزون سولت على تويوتا يا غيس، قالت لي لي بري داكشي كامل، قالت لي بلي بقى غير اسونس ما بقاش كيدخل المازوت داكشي كامل، ولا ما بغاش طوموبيل اسونس. لقاش خويا كيضل يقول لي ما تاخذيش طوموبيل اسونس، ما عرفتش علاش، لحقاش ما كنفهمش في هادشي، انا كنشوف بابا وخويا شنو كيقولوا. من المهم ابري كانت واحد لا غيس تما، مشيت باش نشوفها. المهم من برا كيوت تخ مينيون وداكشي كامل، ابري حليتها دخلت ما عجبتنيش من الداخل، ما عجبتنيش من الداخل، ما داش الفايب بيني وبينها، ما عرفتش، ولكن انا كنامن انه الطوموبيل كيدوز الطوموبيل فاش كطلعي لها كتقول لك ديني اولا ما تدينيش. المهم طلعت في لا غيس ما حسيتش بالفايب، ما داش بيني وبينها، ونقول سنة شي ما زربانهاش وفي على خاطرك، لحقاش طوموبيل ما نبدلاش من الغدا سير واحد 6 سنين 7 سنين. المهم افا كان خصني شي طوموبيل اللي نطلع عليه نجلس يدوز الفايب بيني وبين. ابخي دخلت ثاني لي جو فيسبوك كنقلب كنقلب وانا نسمع واحد لا مارك بحالي بحال اي انسان، كندخل يوتيوب كنشوف الريفيوز ديال الناس عليها، كلشي كيعاود عليها زوينه زعما كونفور داكشي كامل. شفت ديك الطوموبيل وانا نمشي لا ميزون، مشيت لا ميزون ديالهم، كان اسوء قرار غادي ندير في حياتي، ما باش نقول السميه ديال لا مارك ديال الطوموبيل باش ما يتقلقوش من الناس ديال بيجو. حسسوني انهم غيعطوني الطوموبيل فابور، انا داخله باغي نسول طوموبيل غادي نشريها. المهم كانت عجباني بيجو 208 ولكن الموديل الجديد، فهمتوا الموديل الجديد ديال 2024، كاين الموديل القديم حتى هو زوين، مي انا عجبني اللوغو ديال الموديل الجديد ديالو. المهم كونفرساسيون اللي دازت ما بيني وما بين الكونسيور، انا جالسه هنا كيعافاك بغيت ديز انفورماسيون على بيجو 208 2024، كيستيون ساهله، قالت لي وعلى انت فين كنتي فاش حنا كنا كنخرجوا لي فواتور اولا 208 ديسمبر 2023، فين كنتي؟ ما جاياني حتى جانفي، تابغي 2024، بغيت الموديل 2024. وريتها الصوره ديال الطوموبيل اللي باغا، لحقاش كنت خديتها من جوجل وداكشي كامل، قلت لها بغيت هاد الطوموبيل بهاد اللوغو الجديد بهاد ديزاين جديد، انا هادي اللي بغيت. وهي تقول لي ما كايناش دابا، باقي ما غادخل حتى النص ديال فيفري. قلت لها من الاول قولي لي هادشي. المهم الكونفرساسيون كانت طويله، مي الخلاصه ديالها سكو ما كانش باقا داخله ديك الطوموبيل، ما غادخل حتى النص ديال فيفري وداكشي كامل. قلت انا بغيت رافيش تكنيك ديالها، قالت لي الطوموبيل باقي ما خرجناش باقا في الشوروم، كنجوكو انا ما نقدرش نعطيك لي انفورماسيون ديال الطوموبيل. قلت لها داكور ماشي مشكل. قلت لها عطيني النيميرو ديال الواتساب ديالك. لا هي اللي قالت لي نعطيك النيميرو ديال الواتساب ديالي، صيفط لي ميساج وانا اون فوا دخلت الطوموبيل غتولي ديسبونيب غنصيفط لك ميساج. قلت لها داكور. المهم غير دخلت للدار بحال هكا كتبت لها ميساج، قلت لها سالو سي سناء بن كرارة، انا اللي جيت صباحي تو سولتك على الطوموبيل فين فانيه، وقالت لي بلي باقا ما. المهم قلت لها كاع داك الشيء اللي قالت لي وباش تعرفني بلي انا هي البنت اللي سولت على ديك الطوموبيل. المهم طلعت لي فيو، طلعت لي فيو ماشي مشكل، مشيت لواحد لا ميزون وحده اخرى، ديك لا ميزون وحده اخرى تا هما قال لي لا ميم شوز، قال لي بلي باقا ما دخلاتش الطوموبيل، وتا هي قالت لي هاكي واتساب ديالي صيفط لي ميساج، انا عطيك لي زانفورماسيون اون فوا تدخل شي طوموبيل انت الاولى زعما غادي نخليها عليك ولا شي حاجه ولا نغيزيرفي عليك اومون. صافي هي هذيك، انا خديت نيميرو التليفون ديالها، قلت لها ميرسي بوكو، خديت نيميرو التليفون ديالها صيفط لها ميساج فواتساب، طلعت لي في دافعين عليا كبير ما كتجاوبونيش. صافي ما كتهبطش، ما باغينش يجاوبوك، ما باغينش يهضروا، ما كيعطوكش اصلا انفورماسيون، كيحسسوك بحال ما عرف شنو يعطوك. صافي موفا. صافي ابخي بقيت كنسول كنسول كنسول، هو يقول لي راجل اختي ياسين قال لي على واحد الطوموبيل اللي هي اللي خديت دابا. صافي ابخي اون فوا دخلت لا ميزون ديال الطوموبيل، مع دخل جا عندي واحد الكونسيور ايبر ظريف، كيهضر زوين كيتعامل زوين كيف كيشرح لي بالخشيبات، لحقاش انا يمكن خفاش ديال الطوموبيل ما كنفهمش، كيعطيك اسيد انفورماسيون كيجلس وكيعطيك عقلو كيقول لك شنو كاين وشنو كاين وشنو كاين. المهم تفاهمت معاه، ابري كنخصني نطلع نجرب الطوموبيل، ماشي سوقها مي غير نجلس فيها في ميزون بحال هكا كنشوف لانتيغيور ديالها وداكشي. مع طلعت ديك الطوموبيل اللي هي الطوموبيل اللي خديت دابا،
الفايب ديال بيني وبين حبيتها كيوت تخو مينيون لي سيج زوينين كلشي زوين وانا كنت اصلا ديجا باغا طوموبيل اللي تكون كحله ماشي كحله الطوموبيل اللي خديت ماشي كحله مي زعما لانتيغيور ديالي يكون كحل شوفوا فهاد لا فيديو غتسمعوني كنستعمل شي مصطلحات اللي ماشي ديال الناس اللي كيفهموا في الطوموبيلات ولكن غسيروا معايا على قد عقل المهم السقف ديال الطوموبيل اللي من الداخل كنت بغيتو يكون كحل وكنكحل I love it guys كيعطيني كاع لي زانفورماسيون عطاني لا فيش تكنيك عطاني داكشي كامل شدي داكشي صيفطو لخويا صيفطو الراجل اختي داكشي كنصيفطو انا الرجال شد شوف وقول لي انا كنشوف ديزاين هما كيشوفوا الداخل ديال الطوموبيل فالخلاصه ديال القول guys عجبتني الطوموبيل وعجبات الدار الطوموبيل عجباتهم كلشي عجباتو الطوموبيل داكشي كامل خديت الابروفال ديال الناس كاملين انا قلت لهم كومكو بغيت واحد لا كولور لي زوينه ديك لا كولور كانت غري غادي الزرق شفت داك الغري اللي كيكون غادي الزرق نحاول نخلي لكم شي تصويره هنا كنت نموت ونتسطى وناخذ ديك لا كولور وما كانش فيهم ستوك بزاف ديك لا كولور اللي انا باغا بقاو منها جوج وحده pour une entreprise ماش داكشي وحده ديال واحد البنت دافعه فيها افونس ماشي دافعه افونس مي مغيزيرفيها باقي ما خلصاتش ما هي مغيزيرفيها يعني ديالها فانا دوزت واحد السيمانه وانا تخيلوا ديك السيمانه كامله وانا فين ما كنجلس يا ربي يا ربي ما تاخذهاش يا ربي ما تاخذهاش يا ربي تكتب لي يا ربي ما تاخذهاش يا ربي ما تاخذهاش وفي الاخر خداتها كان باقي خصني نختار ما بين الكحل والبيض وداك الكري فاتح واليوم غايز غتشوفوا شنو خديت اند غايز ام سو اكسايتد نوري لكم واخيرا غتولي عندنا طوموبيل غنوري نهزكم فيها كاملين نديكم معايا سو ذات ات غايز هادشي اللي كان هذه هي ستوري تايم ديال الطوموبيل ديالنا ودابا غادي نمشيو باش ناخذوها وباش ندير لكم تور وباش نوريها لكم شيء ما بغيتو ويلكم باك جايز في طوموبيلتنا الجديده طوموبيلتنا الجديده اول حاجه غتشوفوا كلشي كحل كيبان لكم غير شعري اللي صفر وهادشي علاش انا بيت الطوموبيله كلها كحله ماشي من برا من برا كولور اخر ما المهم من الداخل كلشي كحل باش شعري صفر يبان فيها خاص الضفار يكونوا مقادين باش فاش نشد البولون بحال هكا يكون باش نصور يجوا زوينين الناس ما عرفتش فاش كيفكروا انا شوف واش كنفكر انا كنفكر انه الضفار خصهم يكونوا مقادين وزوينين وشعري خصو يكون صفر باش يجي ليا مع الكحل حقاش الكحل صفر Anyways guys we're gonna do a car tour من الداخل انا ماشي بلا جونغل غادي نزومي لكم على الجوانط ونزومي لكم على هادي ونزومي لكم على هادي لحقاش انا ما كنفهم حتى شي حاجه نوريكم داكشي اللي عارفه انا في طوموبيلتي نوري لكم الداخل Let's do it شده في العالم وهي هاد الشده اول حاجه كانت غادي نبداو بها وهي الفولون الفولون كيجي كبير كتعجبني هاد لاكوبلي كتكون في لي فولون اللي كيكون مدور ومن التحت كيكون بحال هكا اي لاف ات وكتعجبني حتى هاد السيلفر اللي كيكون هنا فغايز هذا هو الفولون ذن غايز عندنا هنا الطابل بوغ ما عرفتش شنو سميت ديك البلاصه عندنا هاد الطابلت هنا هاد الخط من هنا دايس في البيض لحقاش انا طوموبيلتي بيضاء لحقاش اختاريت البيض من المهم وكاين هنا هاد الكحل ما كيبانش لكم مزيان ما عرفتش ولكن المهم هاد الكحل كيبري ما عرفتش شنو كيسميوه مي داك الكحل اللي كيبري عندي هنا داكشي ديال الكليما عندي هنا واحد لاسباس صغيور هذيك تيليكوموند ديال باركينغ اللي في العماره عندي هاد البوطونات هنا هادي باش الطوموبيل كتبقى غادا الوسط ما عرفتش كيفاش كيقول لها ولكن المهم الطوموبيل كتبقى غادا الوسط عندي هادي ديال مود سبور ما عرفتش هادي ديالاش حتى من بعد نسول على خويا دان غايز عندنا بوطا فيتيس هاد لو ار هو ما عرفتش كنشرح لكم هادشي ولكن المهم باش تاخذوا بحال هكا فكره ار وهي مارش غير ترجعوا باللور وعندي لي سيغابور دان غايز فهاد البلاصه عندي ثلاثه ديال الثقبات ماشي ثقبات ولكن حفرات المهم زعما هادوك العيفات انا ام سو دام فهادشي المهم هنا فين كتحطوا قهوه وداكشي كامل عندي هنا لي او شوكولا المهم يلا خديت هادشي دابا لحقا جاتني سخفه وما كليت والو من الصباح عندي هاد المزود هنا هاد المزود هو باش كتحبسو كديرو فران هكا للطوموبيل ولتحت جايز عندي تما لومبرياج فران كسيراتور باقي ما حيدتش دوك اللعيبه ديالهم ما غاديش نحيدهم تنفرح بها على خاطري دان كنجيو هنا كنلقاو دوك لي زانفورماسيون غتبان لكم هنا 373 نهار الاول فاش خديتها كان زيرو ودابا تخيلوا ذا السيمانه 373 مي راه كنمشي بها بزاف ماشي كنمشي بها بزاف مي كازا كبيره وانا كنسكن بعيده فكنضرب تراجي طويل داكشي علاش 373 هاد البوطونات اللي كتشوفو هنا هنا كنزيد الصوت هنا كنقصو هنا كنقطعو هنا كنبدل لا ميوزيك ولا الراديو ولا داك
داكشي اللي كان. اي اندان في الجهه الاخرى ديال الفرون عندي هاد البوطونات هادو باش كتفيكسيو الفيتاس بحال دابا كنتو غاديين في لوطوغوت ما تفوتوش 120 100. المهم انا هادو باقي ما فهمتوش مزيان, تمشي عند خويا ويشرحهم ليا. اندان جايز كنجو هنا حدا الفولون هادو ديال الضواو ديال الليل وداكشي كامل. عندنا هنا هاد المزود خارج هذا ديال السينيال, وهذا المزود الاخر اللي عندنا هنا هذا ديال سوي كلاس. دان عندي لا كلي ديال لا فواتور هنايا. بالنسبه جايز لي سيج كيف ما كتشوفوا لي سيج سبور فيهم هنا واحد شويه ديال الكوير وفيهم واحد الخط ابيض. دان جايز وي هاف ذيس, هذه كتقدروا تزيدوها لقدام بحال هكا كتحطوا عليها ايديكم فاش كتكونوا صايقين, اولا لا بغيتوا تحلوها لحقاش كتحل كديروا بيو وكديروا لها واحد التوركه واحد العيبه من هنا طق كتحل وكتلقى واحد الحفره هنا. هنا الفوق جايز عندي المرايه ديالي وهاد العيبه الفوقينيه ديال الضواو وديال داكشي كامل. المهم عندي ما نشرح لكم هنا لحقاش اصلا انا ما فاهماش. دان كنجيب لهاد لابارتي هنا, هنا عندنا داكشي هنا ديال المرايات جوج جنب من كتبقاو تقادوهم. هنا عندي ديال المرايات كامله بيت نهبط نطلع, وهادي الا كانوا شي وليدات صغار في الطوموبيل ربيتو تسدوا عليهم مابقاوش يحلوا الجاج لا يطيحوا ولا شي حاجه ما عرفتش وليك. المهم انا داكشي اللي قالوا لي في لا ميزون قلت لكم. دان جايز كنجو عندنا هاد الصندوق هنا غادي نوريكم تما شنو دايرامي. المهم دابا ما حاطه فيه حتى شي حاجه لحقاش الطوموبيل كيف ما قلت لكم باقي ما درتش فيها والو. سو داتش جايز انا ماشي من الناس اللي كيفهموا في الطوموبيلات ولا كيعرفوا يشرحوا هادشي, ولكن المهم حاولت نوريكم شويه شويه من الحاجه. بالنسبه جايز الناس اللي غادي يسولوني طوموبيلتي اوبيل كورسا لا جي اس لاين, جي اس لاين ولا الجي اس بوحدها ما عرفتش. المهم واقيلا جي اس لاين ما عرفتش اكزاكتومون. 2024 اول حاجه جايز غادي نبداو بها وهي شنو داكشي اللي خديت للطوموبيل. انا طوموبيلتي خاصها تكون مقاده ومستفه وزوينه وعلى مزيناتها. سو جايز خديت ا لوت اوف ثينغ اولا بانش اوف ثينغز اللي غادي نوريهم لكم دابا, وغادي نستفوا كل حاجه في بلاصتها. باقي خصني نعرف دوك العيبات اللي كيتعلقوا في السياج كيكونوا نازلين كتعلقوا فيهم الساك ديالكم في العوض بحال دابا انا ما حاطه الساك ديالي هنا نقدر نعلقوا فيهم. خصني دوك العيبات اللي كتحطوا في الكاب عرفتوا هاد الثقيبات اللي عندي هنا كتحطوا فيهم الكاس ديالكم اولا الماء. كاين واحد العيبات زوينين ديال البنات كتحطوهم فيهم لداخل. ولكن جايز وي غانا دو ا هول داكشي اللي شريت لطوموبيلتي جديده. فيرست اوف اول جايز بما اني واحد الانسانه اللي كتفكر غير في كرشها غادي نبدا ستاج. كناكل في الطوموبيل شحال مره كناخذ شي حاجه وكينساو ما كيعطونيش معلقه كينساو ما كيعطونيش فورشيت. هذا واحد لابواط صغيره بحال هكا كتحلوها وكتلقاو معلقه وفورشيت خديتهم بحال هكا في البيج دايلوك سو كيوت. وباش زوينين ساكو حتى اللي كليت بهم وتوسخوا ما غاديش نحطهم شي بلاصه يوسخوا لي الطوموبيل, لا نحطهم في البواطش ديالو وغادي نسد عليهم. بما اننا كنهضروا على الوسخ غادي خصني هادو المناديل المعقمه. خديت وايبس جايز وهادو اللي خديت ديال مينت ديال النعناع باقي ما حليتهمش ولكن بغيت نشم الريحه ديالهم. بلاتي مفهمتش الريحه ديال النعناع نشوف فيهم ريحه ديال النعناع فيهم واحد الريحه بحال هكا كيعرفتوا الريحه ديال تخيدون ديال النعناع بحال هكاك فيهم. نيكست جايز خديت اهم حاجه فاش كتعلقوا التليفون ديالكم. ديجا انا ما محتاجاش نعلق التليفون ديالي لحقاش ميوزيك واتساب اي حاجه بغيتها كتطلع ليا ديجا هنا في لاطابليت اللي كتكون هنا, يعني ما عنديش مشكل في التليفون. وحتى لي زابيل كنقدر نجيري تليفوني كامل من هنا. كاين بعد ما كنبغي نهضر ابل فيديو خصوصا انني مع ماما, ماما كتصون ليا بزاف ابل فيديو ما نقدرش نبقى حاطه التليفون لتحت. فاحسن حاجه ندير سيكو نعلقوا في الجنب انا نعلقوا انا وياكم. ات لوكس لايك ذيس كتخشوها هكا كتوركوا على واحد البوطونه باش كتحل الشوار كتحل كديروا التليفون ديالكم وكتجمعوه. دابا غادي نجو لداكشي اللي جبت معايا من الدار باش نحطو في الطوموبيل لحقاش انا بنت نقدر بعد المرات نخرج نسى ما نديرش مكياج. ات لوكس لايك ذيس ات سو كيوت. المهم عندي هادي في الدار ديال محطوطه فقايس حطيت هنا كاع داكشي اللي نقدر نحتاج اي حاجه الضوء مكياج فيليل باندا نضادر اي حاجه نقدر نحتاجها وانا برا حطيت انا. باقي خصني نزيد فيها غمسكه. اول حاجه عندي فيها سان سكرين وبما انني بعد المرات كنخرج وكنسى ما كنديرش سان سكرين فقلت نحطه هنايا. نيكست عندي فيليل ديال الشعر. نيكست عندي الدواء ديال لي ريغل الدواء اللي كناخذ بوغ لي ريغل الوجع ديال لي ريغل سميتو بونستيل. نيكست عندي هنا دولي بران ديال ميل لدرني راسي وعندي هنا فازلين صغيره هاند سكريم ديال فلورمار بارفان زيد عليا البارفان سميتو لايتلي بلوم ديال زارا. ات لوكس لايك ذيس ات سو فريش. دابا غادي ندوزو الماكياج. ماسكارا ديال ميبلين اي لاف ات بلاش باودر اللي كان وجهي مزيد شي نهار. عندي هاد العيبه باش كديرو باودر بحال هكا براونزر. عندي لي بوم سو كيوت ديال نيكس. نيكست عندي ايلاينر ديال ميبلين تا هو. عندي باندا بانسو ديال البلاش ليب جلوس بحال هكا غامق اعكر ديال كيكو. وعندي ستيلو شي نهار نبغي نقيد شي حاجه شي نهار نبغي نصنع على شي حاجه ما عرفتش ولكن ستيلو كنحس بيه ضروري خصو يكون عندي في الطوموبيل فستيلو. فهادو هما الاساسيات اللي كنحس خصو يكون عندي في الطوموبيل اولا خص يكون عند اي بنت في الطوموبيل. جايز ذاتس ات وي هاف ناو ا نيو كار ماي فيرست كار ايفر اند ام سو هابي. عرفتو حطها في عويناتي عرفتي شي واحد اللي قرب لي كندير فيه. Anyways guys هي ديال التليفون هاني ركبتها هنا غادي نحط فيها دابا التليفون نشوف كيفاش غادا تجي. المهم كتوركو على واحد البوطون اللور وكيتحلو وكتحطو فيها هنا تليفونكم. هادي خديتها من ميميسو كاينه في ليطاج الثاني في المول. And that's it guys this was the end of the video. قوليا كيفاش عجبكم الطوموبيل قوليا واش عجباتكم. See you guys in the next video.